September we met. I could tell by your smile. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لي سكري دي فام. نرحب فيكم من جديد ومره اخرى. اليوم حنشارك معكم الفيديو الثالث من سلسله تحضيرات العيد اللي راح نديرو فيه هاد الوصفه تاع لي سيغار معسلين. يجو فارسي بان كريم باتيسير. انا درتو، قلت بوركوا با نشاركو معاك. المكونات تاعو كامل موجوده في كل بيت عندكم، برك لي مول تاع لي سيغار هما لي لازمين. مي ابارسا كل حاجه راح تكون عندكم بالطبع، سورتو في هذه الايام تاع العيد. انا كان مشينا دوزان تاع الكاطو، دونك ما حاش تحتاجوا فيه حاجه سبيسيال. هذا هو، دونك ما نطولش عليكم بالمقدمه، نبداو على بركه الله بالوصفه اللي راح نحتاجوا فيها. كما راكم تشوفوا معايا، نسحقوا زوج حبات بيض، نسحقوا كاس زبدة ذائبة، بلوتو كيلة زبدة ذائبة. أنا كيلت بهاد لغام كان لاكو تشوفوا فيهم معايا، ونسحقو 4 كيلات تاع فارينة. أنا راني كيلتها وصيرتها وحطيتها، درت معاهم قريصة ملح في الفارينة، ومن بعد كي دخلت هذاك الملح مليح مع الفارينة تاعي خلطتهم مليح، نضيف الكيلة تاعي تاع الزبدة الذائبة. لازم تكون ذائبة مليح. نعاود لكم، نسحقو 4 كيلات فارينة، نسحقو كيلة زبدة ذائبة، نسحقو 2 بيضات، ونسحقو كما راكو تشوفو معايا هنايا المظهر اللي راح نطمو به العجينة. دونك مور ما دخلنا هذيك الزبدة مليح، لازم نبسوها مليح في الفارينة كما راكو تشوفو، كيما نبسو الغريبية هكاك، ندخلو مليح هذيك الزبدة بهذا الشكل. دونك نخلطو كيما قلت لكم مع الاولى الملح مع الفارينه، باش ما يقعدناش هذاك الملح متلاين في بلاصه واحده، ومن بعد نزيدو الزبده تاعنا نبسوها مليح. دونك مور ما بسسنا هاد الفارينه مع الزبده، نضيفو هادوك 2 حبات تاع البيض، ومن بعد نطمو العجينه تاعنا بالمظهر. ما نسحقوش الماء هنايا، نسحقو غير المظهر. دونك نخليكم تشوفوا كيفاش طميت العجينه تاعي ونعاود نولي ليكم. يا نور الهلال اقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عما العباد، خير زاد رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان دونك هنا يا مور ما تلمتنا العجينة، حرصوا على كي تكونوا ديروا في المظهر وتخلطوا المكونات ما تعجنوهاش، لموا غير بيديكم طريقة دائرية كما وريت لكم في الفيديو السابق، باش ما تخرجناش معجنة العجينة. دونك مور ما نطمتنا نقسموها 3 بولات كما راكو تشوفوا هكايا، نسيو كيفاش نطموهم مليح، ومن بعد نخلوها تريح على الاقل 3 سوايع في الفريجيدار. دونك نخلوها، نعاود لكم، على الاقل 3 سوايع.
يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أن دونك هنا يا مرمى ريحتنا العجينة تاعنا تلت سوايع راهي واجدة باش نستعملوها. دونك أنا هادو هما لي مول تاوعي تاع لي سيغار باش ما يولوش يلصقوا لكم. شوفوا كي طيبوا كش حاجه في الفور، كي تكونوا حطفوا دخلوهم وخليوهم هكايا استوش باش ما يعودوش يلصقوا لكم لي مول تاعكم. عندنا هنا نسحقوا بياض بيض، نسحقوا الفرينه باش نرشوا في البلان دو طرافاي او بيان سور الحلال تاعنا. دونك نرشوا الفرينه في البلان دو طرافاي تاعنا ونسرحوا العجينه، نسرحوها لازم تكون رقيقه هكاك واحد السمك نقولوا 0.5 سنتيمتر. هاي ليك العجينه تاعنا، شوفوا شحال جات حكمه روحها وما تقلقكمش كاع جو كي دوتوها في الفريج دار تقولوا تي بلسلكم ولا نو. عندكم قبل ما تستعملوها جبدوها 5 دقائق مقبل بالفريجيدار ومن بعد استعملوها، سهله هايله خفيفه تسرح لكم تمتم. دونك هنايا نحكم المول تاعي نقيس عليه كيما راكم تشوفوا باش يجيني ساهل، باسكو ما لازمش يخرج لنا في الطرف تاع لي مول سينو كي تروحوا تقليوهم ما تقدروش تنحوهم من لي مول تاعنا. هاي ليك لازم نقيسو سوا سوا قيس المول تاعنا في من اليمين ومن اليسار. دونك هكايا هذا هو الكيل تاعنا، نحكمو نديرو بياض البيض في الطرف تاع العجينه. الا شفتوا لي مول تاعكم يلصقوا حكموا زبده ذائبه دهنوا بها لي مول ومن بعد ديروا في ديروا العجينه فوقهم. انايا الاولانيين كانوا لصقوا لي دونك اللي كملتهم درت لهم زبده ذائبه ومن بعد درت فوقهم العجينه تاعي كيف كيف لصقتهم بالبيض. ما على باليش علاش لصقوا لي، مي يعني ادبوني شويه كي رحت نحيهم لي مول. من نتوما ديروا مع ديروا الزبده ما راحش يعذبوكم. دونك هاي ليك نسيو كيفاش نسقموها بيدنا ما نعبزوش عليها، نسيو برك كيفاش نحكموها هكايا نسقموها نرجعوها كامل طبقه واحده ومن بعد نحطوها في الزيت اللي كنت سخنتها مقبل كما راكم تشوفوا معايا. نزيد ندير معاكم حبه واحده اخرى باش تشوفوا طريقه مليح. دونك كيما قلت لكم الزيت تكون سخونه مقبل باش ما تشربناش الحبه تاعنا الزيت بزاف، ما تجيش مقهومه ميدومه بزاف ما تنقهموش منها. دونك نزيد ندير معاكم واحد اخرى كيما راكم تشوفوا، نحكموا الحبه تاعنا نروليو عليها العجينه ومن بعد نقطعوا الكميه اللي نسحقوها. تقدروا تقطعوا بالموس سينو بهاد لاغولات. ومن بعد نديرو الزيت البيض تاعنا بياض البيض في الطرف باش نغلقوا العجينه باش ما تنفتحلناش كي نديروها كي حنقلوها. وماذا بكم كي تكونوا حتحطوها في المقله حطوها على الجهه اللي غلقنا عليها باش ما تنفتحلناش العجينه. دونك انا كي راح نحطها على هذه الجهه باش ما تنفتحليش العجينه هكايا. نحكموها مليح ومن بعد نسقموها بيدنا ما نعجنوهاش، نسقموها هكايا خفيف خفيف كما راكم تشوفوا. ونحرص ما نلحقش العجينه تاعي للطرف كما راكم تشوفوا المول تاعي راه يبان من اليمين واليسار باش كي نروح نحيها ما تعذبناش هكايا. نخلو الفراغ من اليمين واليسار ومن بعد كي نروح نحطها شوفوا حطيتها على الجهه اللي غلقت عليها باش ما تنفتحليش العجينه في الزيت. هذه هي دونك انا مول ما طابوا لي حماروا لي خداو لي اللون الذهبي نحيهم نحطهم في كسكاس نخليهم يقطروا ومن بعد نحيهم من المول. دونك انايا نكمل الكونتيتي اللي قعدت لي هادي كامل. دونك مار ما كملتها ماذا بكم ديروا لهم العسيله وهما سخونين نعسلوهم مليح نخلوهم يقطروا لو طون اللي راهم يقطروا ندوز نوجدوا الكريمه تاعنا ولا لا كريم باتيسير اللي راح نحشيو بها لي سيغار ديالنا. نسحقوا هنايا 30 غرام تاع نشاء، نسحقوا 70 غرام تاع السكر، زوج بيضات ومغرفه تاع الزبده اللي راح نضيفوها مور ما توجد لنا لا كريم باتيسير ولا فاني بيان سور. دونك
نديرو هنايا زوج بيضات تاعنا، نزيدو عليهم 70 غرام تاع السكر تاعنا، نزيدو 30 غرام تاع النشاء تاعنا، وفي جهه واحده اخرى كاسخول واحده نكون حطيت 300 مليلتر تاع حليب يسخن لي. دونك انا في لي سيغار تاعي هادوما دوبليت لا كونتيتي، درت زوج كيلات من هاد هاد اللي عطيتهم لكم، المقادير اللي عطيتهم لكم دوبليتهم باش عمروا لي كامل لي سيغار تاعنا. دونك انايا النشا تاعي والسكر والبيض درتهم يسخنوا يعني في فوق الفرن، ومن بعد نبدا نضيف عليهم الحليب بشويه كما راكم تشوفوا، نضيف ونحرك نضيف ونحرك. معناتها المقادير تاعنا نديرو 60 غرام تاع نشا، نديرو 4 حبات بيض، نديرو 140 غرام تاع السكر، والحليب نديرو 600 مليلتر حليب هكايا باش هاد لا كونتيتي تعمر لنا كامل لي سيغا تاعنا. هذه هي. دونك مع الاولى انا وريت لكم المقادير تاع كيله وحده، ومن بعد ضاعفت انايا المكونات باش عمرت لي سيغار تاوعي كامل. نبدا نكملوا نضيفوا الحليب تاعنا بشويه حتى تعقد لنا لا كريم تاعنا، ومن بعد تولي واجده. كي تولي لنا كي تعقد لنا مليح الكريمه تاعنا، نضيفوا عليها مغرفه صغيره تاع لافاني ومغرفه كبيره تاع الزبده. هذيك الزبده راح تعطي لنا تخلي لنا الكريمه تاعنا تبريي. واللي ما عندهمش ميزان يديروا زوج حبات بيض، يديروا ثلاث مغارف نشاء، ويديروا زوج مغارف سكر، ويديروا نص لتر حليب. هادوما اللي ما عندهمش الميزان، واللي ما عندهمش اللي عندهم الميزان يتبعوا المقادير اللي مديتهم لكم. وتاني اللي ما عندهمش الميزان كيف كيف يضعفوا المكونات باش تعمر لهم الكيله تاعنا كامل تاع لي سيغار. دونك هنايا نخلطوا مليح، ما نحبسوش من التخلاط باش ما يخرجوناش تكتلات. هاي ليك الكريم باتيسيير تاعنا مور ما ولات لنا واجده، نضيفو لافاني، قلت لكم نص مغرفه تاع لافاني، ونزيدو مغرفه كبيره تاع زبده. كيف كيف اللي ما عندهمش الميزان نفس المقادير ضيفوهم للمقادير اللي عطيتهم لكم. هذه هي هكايا، نخلطو مليح حتى تذوب لنا هذيك الزبده تاعنا، ذوب لنا مليح، ومن بعد تولي الكريمه تاعنا تولي تبريي، تولي واحد اللون تاعها بزاف شباب. ومن بعد نخليوها تبرد باش نقدروا نستعملوها. سينو الا درناها هكايا سخونه راح تقطع لنا لي سيغار تاعنا، او ميم طون هكايا تكون شويه ليكيد، كي تزيد تجمد لنا كي تزيد تبرد لنا الزيت تجمد لنا شويه. دونك هنايا مور ما وجدت لي الكريمه تاعي ما بردت، خليتها تبرد، زاد حكمت لي روحها شويه تولي واجده باش نعمرو بها لي سيغار تاعنا. هام ليك لي سيغار تاعي مور ما عسلتهم، هام ليك كيفاش خرجوا لنا لون تاعهم ذهبي هايل. دونك نحكمو اون بوشا دي، واللي ما عندهمش يقدروا يديروا في شكاره تاع الحليب ولا يديروا ساشي، يعني كل واحد يدير واش عنده. نعمرو هذاك نفرغوا ديك لا كريم باتيسيير في البوشا دي تاعنا هكايا، ومن التحت بيان سور ديروا اون دي، ولا تقدروا تاني تخليوها هكاك. انايا البوشا دي تاعي مفتوحه بزاف من التحت، سي بور سا كان لازم عليا ندير لها اون دي. واللي دير ساشي تقطعوا على حساب الثقب تاعنا تاع لي سيغار. وهنايا عندي فو بيستاش هو اللي راح نزين به لي سيغار تاعنا. دونك هنا نحبط الكريمه تاعنا كامل حتى لتحت ونعمر بها الاخرين تاعنا. دونك هاي ليك نحكم حبه تاعي، نفوتو نجيبو طبسي وين نحط مور ما نعمرهم. هاوليك نجيبو الحبة تاعنا نعمروها من الجهة اليمنى والجهة اليسرى ونعبزو مليح هكايا، نخلو ان بون مومون وهي تعمر حتى تخرج لنا من الطرف باش نتأكدو باللي ودي الحبة تاعنا كامل تعمرت بالكريم باتيسيير لداخل، تاني تعمرت ما قعدتناش فارغة. يعني نعبز على يدي مليح في هذيك البوشا دوي
باش تلحق لي من الجهتين كامل، ندير من الجهه اليمنى نفس الشيء ومن الجهه اليسرى نفس الشيء، ومن بعد نحطها في الفو بيستاش تاعنا. تقدروا ديروا فو بيستاش، تقدروا ديروا البيستاش، تقدروا ديروا لوز جوز، سينو تقدروا ديروا قفريط مرحي، يعني كيما حبيتوا. وهذيك الكريمه اللي راهي خارجه من الجهتين هي اللي راح تشد لنا الفو بيستاش تاعنا. دونك نزيد ندير معاكم حبه واحده اخرى باش تشوفوا مليح الطريقه. نجيبوا حبه نعمروا من الجهه اليمنى كما قلت لكم، نقعدوا ضاغطين حتى تخرج لي كما راكم تشوفوا هكا. نزيد نفس الشيء من الجهه اليسرى هكا، نقعدوا ضاغطين حتى تخرج لي الكريمه من الطرف باش تتعمر لي كامل الحبه تاعنا، ما تقعدش فارغه في الوسط. نحطوها في الفوبيستاش من الجهتين كيف كيف هكايا. دونك انايا نكمل الكونتيتي كامل اللي قعدت لي، نحطهم في الكيسات التوعي، ومن بعد نتقف طبق التقديم ان شاء الله. دونك هام ليك كيفاش خرجوا لي مع الاخر. هنا ما قعد لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.